سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكتب التي تغذي الهمة وتكون كالعقار للروح، تشحذ همتك لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم في قلبك شأن هذا الرجل، وتعظم في قلبك التأسي به حتى في دقائق الأمور، فقد صنف العلماء في ذلك كتب عظيمة، من ذلك كتاب السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب السنة للخلال وكلها مطبوعة، وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، وكتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل كتاب عظيم، وكتاب الشريعة للأجري رحمه الله تعالى الشافعي كتاب عظيم، وكتاب الحجة في بيان المحجة للأصبهاني كتاب عظيم ذكر فيه آثار وأخبار عن السلف الصالح في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب التمسك بها، كذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ينبغي أيضا أن يقرأ وأن ينظر فيه، وينظر ما صنفه أهل العلم في أبواب الاعتصام بالسنة ككتاب الاعتصام بالسنة في من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ذكر فيها جملا عظيمة مما صنف في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في تقريرات الأئمة الأعلام كابن الوضاح وابن أبي شامة والشاطبي في كتاب الاعتصام وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه وتعالى في رسائل عديدة الكلام العظيم الكلام المتين في الحث على الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن اجعلنا وإياكم من المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، السائرين على نهجه، المقتفين لأثره. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله.